ازيكم، اخباركم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللايك بيفرحني دايما بوجودكم، معايا احلى عيلة في الدنيا. اتمنى كده تنوروني على طول في قناتي على اليوتيوب منوعات حسناء، واللي مشترك معايا دايما انا بشكره واقول له كل الشكر والتقدير ليك. وكل سنة وانت طيب بمرورك الحلو، سواء ان انت مريت بلايك او نسيت تحط اللايك او نسيت تكتبي كومنت حلو حبيبة قلب. فضلا وليس امر، دعمونا عشان نستمر. تعالوا بقى كده نشوف الليمون اللي بنرميه، وقشر الليمون ده نرميه ليه؟ ده كنز كبير قوي في بيتنا. قشر الليمون ده كنز لازم نحوشه، وبالذات طول شهر رمضان بنستعمله كتير. قشر الليمون منظف حلو قوي، سائل، ريحته حلوة قوي، بنستعمله كريحة في البيت كعطر. ازاي؟ هقول لكم النهارده ان شاء الله، تابعوني وانتوا تعرفوا الفيديو هيوصل معانا لحد ايه. نبدأ ونقول حبايب قلبي يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم، أخباركم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حبايب قلبي، قدامنا ايه؟ قشر الليمون. حبيت اعمل لكم بخاخ ترشوا منه طول الشهر الكريم، بخاخ كده ترشوا بيه الشهر الكريم. انا عاملاه فيديو بس مش نزلته لسه، مش عارفه في فيديو انا نزلته كده. دبري ووفري حبيبه قلبي بقى النهارده معايا ان شاء الله. طول شهر رمضان بنستعمل حاجات وعزومات واكل وشرب، وريحه الشقه بتبقى ايه بقى؟ ما اقولكيش، صح. وطول الشهر الكريم بتستعملي الليمون، يبقى احنا ما نرميش الليمون. انا بصراحه كنت محوشه الليمون، بستعمل ليمونه 2 3 4 اللي بستعمله. جبت كيس وحطيته في الفريزر، اهو النهارده خرجته. في ناس حبايب قلبي بيرموه، غلطان، ده كنز، غلطان اللي يرميه. كنز ازاي؟ هترشي بيه على الرخامه وعلى البوتاجاز وعلى الحوض وفي الحمام وعلى الستاير وعلى كل حاجه ممكن تتخيلي. طب ازاي يا حسناء؟ هنجيب قشر الليمون ونعمل بيه، وممكن تعملي بيه صابون مواعين، يعني تخففي بيه الصابون بتاعك. تمام، ادي قشر الليمون بتاعنا اهو. انا هجيب اي حاجه اسلقه فيها. اهي حبيبتي، هو متلج طبعا. والله يا جماعه، وانتوا بتسلقوا ايه؟ انا عملته بدل المره 20 مره، 20 مره. وانت بتسلقيه هتلاقي الريحه قلبت الشقه. لو عامله محشي محدش هيعرف ان انت عامله محشي، لو انت عامله ايه، حتى عامله سمك، الريحه بتاعته طاغيه. تنضفي بقى بيه البط، وتنضفي بيه الفراخ، وتنضفي بيه كمان ايه، الحمام والقعده، وترشي بيه على الرخام، وهيبقى جميل قوي. هنحطه على البوتاجاز، او هنضيفه على البوتاجاز يغلي لغايه ما تحسي ان القشره بتاعته طريت، على حسب الليمونه بتاعتك. مش شايفين ان انا عندي فيه ليمون ايطالي؟ يعني يتهري، يعني كده يبقى مستوي. وبعد كده اقول لكم هنعمل بيه ايه يا حبايب قلبي. كل سنه وانتم طيبين، وبرده دي تجهيزات من رمضان، وده كنز مش ترميه. ايوه، كنز مش ترميه. هوريكي نعمله ازاي. يلا بينا حبيبه قلب حسون. كل سنه وانت طيبه، ويتعاد عليكي وعليا بخير انا والناس ايه اجمعين. يلا كده يا حبايب قلبي، الليمون بتاعي اهو بعد ما سلقته بالبلدي كده غلاه لما استوى معايا. هجيب بقى ايه الخلاط بتاعي واضربه في الخلاط، ولما اضربه في الخلاط هوريه لحضراتكم. وكل سنه وحضراتكم طيبين. في شهر رمضان بيتحوش منه الليمون كتير، حوشيه ودخليه في الديب فريزر، واعمليه زي ما انا عملته دلوقتي. هتعملي مطهر حلو قوي 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 في البيت في الاوقات اللي احنا فيها، الاوقات الصعبه دي، وترشي بيه على كل حاجه، وهوريكم ان شاء الله عملي. يلا بينا يا حبايب قلبي. ادى الليمون بتاعنا هو اللي ضربته في الخلاط، زي ما انتم شايفينه كده. هتلاقوه تخين شويه، يعني عاوز يتخفف بميه. قدامكم حل من حق من اتنين، يا اما تستعمليه على كده، وهقولك تستعمليه ازاي، يا اما تخففيه بالميه وتستعمليه بالمصفى، يعني تصفيه شويه بس تخففيه بالميه وانت شغاله. حلو الكلام، كلام سليم. يا اما بقى هتجيبي المكعبات التلج بتاعتك يا حبيبه قلبي، وتحطيه في المكعبات التلج وتسيبيه كده وتستعمليه. صدقيني بقى هتستعمليه كما لم يكن بتنضفي وتروقي بيه الفراخ والبط والحمام
واي حمام عندك له ريحة مش نظيفة، السمك حبيبة قلبي كل اللي انت تتخيليه هتلاقيه مع الليمون وهو بيتنظف. حبيبة قلبي اهو انا دلوقتي ايه ماشي حبيبة كده، انا قلبي زي ما انت شايفة كده احنا بن ايه بصفيه كده. عايزة تخففيه بمية مفيش مشكلة زي ما انا قلت، لكن لو انت هتستعمليه بتقله كده استعملي مكعبات التلج هتحطيها فيها وتحطيه في الديب فريز، استعملي مكعب مكعب فرخة زي ما انا قلت حضرتك، وسمك وارانب وبط ووز وكل اللي تتخيليه. خلاص انا بقى هعمل الكمية بتاعتي كلها وارجع لكم. عايزة تستعمليه زي ما انا قلت لك كده اهو، ده اللي انا بتكلم فيه بقى، هتحطيه كده في المكعب وتغسلي بيه بقى كل اللحوم بتاعتك وكل حاجة، لا في زفرة ولا في اي حاجة. خدي بالك بيتباع عند العطار بمبلغ غالي جدا، بيتباع منه عند العطار ماشي، يا اما تفرزيه مكعبات تلج يا اما تعمليه زي ما انا هقولك دلوقتي هتخففيه ماشي، تستعمليه في بخاخ. خلاص يا حبيبة قلبي خلص انا بقى كميتي وارجع لكم تاني. كده حبايب قلبي الكمية زي ما انتم شايفينها بتاعتي اللي انا عملتها مع حضراتكم اهوت، انا زي ما انا قلت لكم المكعبات هتحطي فيها اللي انت عايزاه كأنك بتحطي المكعب عادي خالص، وبتخرجي المكعب وتستعمليه في تنظيف كل ما تتخيلي بقى، كل حاجة لها ريحة زفرة، بط حمام وز، كل سنة وانتم طيب. طيب عايزة تستعمليه بقى يا حبيبة قلبي بخاخ زي ما انا اهي، البخاخ اللي انا بستعمله اهو زي ما انت شايفاه كده حلو تمام. هتعملي ايه حسناء؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. بصوا بقى يا حبايب قلب حسناء، ده زي ما انتم شايفينه اهو الخلاط اللي انا كنت عامله فيه اهو، بيبقى ميه كده بتزوديه خالص وتجيبي القمع بتاعك وتحطيه فيه وتستعمليه بقى في المكتب، على الستاير، على البوتاجاز، على الانتري بتاعك، على الرخامه، على المكتب، على ترابيزه السفره، وتمسكي بقى ايه فوطه كده او مناديل وتطوقي بيه، تحفه ريحته مش هتخليكي اي حاجه. وانت بتغليه لو عامله طماطم متسبكه او محشي او اي حاجه الريحه هتروح. وهو ده الفيديو بتاعي النهارده يا حبايب قلبي، حبيه بقى في ازايز مش بيجراله اي حاجه، استعمليه على طول. بس قبل ما تستعمليه رجيه، ترفعي بقى القعده بتاعت حضرتك اللي هو الغطا بتاع الكومبليشن وتحطي فيه شويه، بيخلي الحمام ريحته تحفه. تجيبي صابون مواعين وتخففيه بيه، صابون المواعين السايل لو انت مش عاملاه في البيت هتشتريه من بره تحطيه عليه ريحته هتبقى تحفه تمام. هتحطيه يا حبيبه قلبي في البلاعات، وتحطيه بقى يا حبيبه قلبي تحت الحوض، وهتحطيه يا حبيبه قلبي في كل مكان بيجيب ريحه مش حلوه، هيبقى نظيف وزي الفل. يا رب تكون وصفه الليمون والنهارده روتيني مع الليمون ويومي النهارده، وان شاء الله تستعمليه في شهر رمضان وهتدعيلي وتقولي حسنا كل سنه وانت طيبه. خففيه واعمليه بخاخ ورشي بيه زي ما انا قلت لك، انا بجيب اهو بصي بجيبه ورش كده بصي، ريحه تحفه والله العظيم ما بيجرلهاش اي حاجه خالص. جربي تحطيه في البخاخ وهيبقى جميل معاكي. ولو انت عايزاه تقيل ومركز زي ده كده خالص هتعملي بيه ايه حسناء؟ هتجيبي المكعبات وتحطيه في الديب فريزر وهيديكي احلى نتيجه. دي كانت وصفتي النهارده معاكم، يا رب كده الوصفه تكون عجبتكم ويكون ايه يعني مش عايزه اقول لكم إيه سلاستها سهله خالص، بس احنا بنرميه بقى في شهر رمضان تحوشيه وصدقيني هتعملي منه كميات حلوه. تاني حاجه ممكن تستعمليه وانت بتعملي المخللات بالذات في الزيتون، تغلفي بيه وش الايه وش الزيتون عشان ما يجرالوش اي حاجه. يا رب كده الوصفه تكون عجبتكم، واكون قدرت ان انا عملت حاجه هتفيدكم، وجزاكم الله كل خير. ما تنسوش بقى في كومنت حلو من ذوقكم، وجزاكم الله كل ايه كل خير عني. اترككم في رعايه الله وامنه، واستودعكم الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في رعايه الله، مع السلامه.